هنحل مع بعض أسئلة الكتاب الصف الثالث الإعدادي الفصل الأول، وهو بعنوان حل المشكلات أو Problem Solving. المجموعة الأولى من الأسئلة عبارة عن صح وخطأ. أول سؤال بيقول لي: تستخدم أو خريطة التدفق بتستخدم أشكالا قياسية وخطوط لتمثيل خطوات حل مشكلة ما. كلمة أشكالا قياسية مظبوط، يعني رسومات معروفة محددة. انا لو فتحت اي برنامج زي برنامج الوورد مثلا او اكسل او حتى باوربوينت، ودخلت في الريبن اللي اسمها انسرت، منها الجروب اللي اسمه شيبس، هلاحظ اسماء لجروبز من الرسومات. انا عندي هنا الاكويجن ويليها الفلو شارت. فلو شارت اللي هي خريطة التدفق بتاعتي، ودي الاشكال اللي انا بستخدمها. لو وقفت على اي شيب من دول بلاحظ ان اسمه بيجي لي هنا، دي العملية فلو شارت ديزيجن، جاب لي الاسم. اذا انا بستخدم اشكال قياسية ومعروفة وخطوط طبعا lines لتمثيل خطوات، يبقى الجواب هنا صحيح. نمرة 2، يمكن استخدام اي شكل هندسي. لا، مش اي شكل هندسي ولا حاجة، لكن لازم رسومات محددة قياسية. يستخدم الرمز، ودي الرسم بتاع ترمينيتور، او البداية التيرمينال، بداية ونهاية، للتعبير عن الطرفيات terminals، البداية ونهاية. طبعا كلام صحيح. هنا بيستخدم رمز المستطيل rectangle ليعبر عن عملية إدخال كلام خطأ، لأن الإدخال عندي شكل متوازي المستطيلات، أما المستطيل عبارة عن process أو عملية processing. يستخدم الشكل ده diamond، بيستخدم لتمثيل عملية اتخاذ قرار. مظبوط، الشكل ده بستخدمه لعمل تفرعات واستخدام قرار. المشكلة، تعريف المشكلة تعني هدف أو ناتج مطلوب الوصول إليه، ده التعريف الصحيح والموجود طبعا في أول صفحة في الكتاب. إعداد كوب من الشاي أو حتى كوب من العصير يعتبر مثال المشكلة طبعا، وده بالنص مذكور برضو في أول صفحات الكتاب. حل المشكلة problem solving عبارة عن الخطوات الستيبس والأنشطة activities العمليات processing التي ينبغي القيام بها للوصول إلى هدف أو ناتج. طبعا مظبوط، حل المشكلة عشان أحلها لازم أتخذ خطوات معينة وأعمل أنشطة و طبعا بترتيبات معينة اللي هي الخوارزميات. توثيق البرنامج documentation عبارة عن مجموعة الإجراءات المرتبة أو مجموعة من الإجراءات المرتبة ترتيبا منطقيا لحل مشاكل معينة. ده عبارة عن طبعا الإجراءات المترتبة، ده حاجة اسمها الكوريزم أو الخوارزميات. اختبار صحة البرنامج عبارة عن كتابة الخطوات التي اتخذت لحل مشكلة ما. طبعا كلام مش منطقي، اختبر الصحة مش اكتب الخطوات، لا انا اختبر يعني اتاكد من خلوها من الاخطاء. نمرة 11 بيقول لي: توثيق البرنامج يعني التاكد من خلو البرنامج من الاخطاء. كلام صحيح طبعا، صحيح لو كان اختبار صحة البرنامج، اما هنا توثيق البرنامج لا طبعا خطأ. الخوارزمية algorithm عبارة عن مجموعة من الاجراءات المترتبة ترتيبا منطقيا لحل مشكلة معينة. كلام مظبوط، يبقى الخوارزميات ان انا برتب خطواتي عشان اوصل بطريقة الحل دي لان احل المشكلة. 13، توثيق البرنامج عبارة عن كتابة كل الخطوات التي اتخذت لحل مشكلة ما. مظبوط، ان انا بكتب كل حاجة وبضم طبعا، بضم طبعا خريطة التدفق، وبكتب حتى اللي اشتركوا في البرنامج بالاضافة لكل الخطوات وازاي عملتها، كل الوصف، يبقى الكلام هنا صحيح. 14، اختبار صحة البرنامج يعني التأكد من خلو البرنامج من الأخطاء. مظبوط. خرائط التدفق هي تمثيل تخطيطي يعتمد على رسم بعض الأشكال القياسية. مظبوط، لتوضيح ترتيب عمليات حل مشكلة. كلام صحيح. تساعد خرائط التدفق على سهولة فهم المشكلة وتحليلها وتحويلها إلى برنامج. كلام صحيح طبعا. مظبوط. المجموعة الثانية من الأسئلة بيقول لي: اختر الإجابة المناسبة لإكمال كل عبارة. نمرة 1، الخطوات والأنشطة والعمليات التي ينبغي القيام بها للوصول إلى هدف أو ناتج يطلق عليها إيه؟ الخطوات عندي والأنشطة والعمليات، كل حاجة بعملها عشان أوصل للهدف بتاعي بيبقى اسمه خطوات حل المشكلة، أو دي حل المشكلة. عند رسم خرائط التدفق نستخدم بالتأكيد أشكالا قياسية وخطوط، مش جميع الرموز الهندسية ولا شكل هندسي واحد، أشكال محددة.
مجموعة الإجراءات المرتبة ترتيبا منطقيا لحل مشكلة معينة بيطلق عليها بالتأكيد الخوارزمية. الخوارزمية هي إني أرتب خطواتي عشان أوصل بشكل متسلسل منطقي لحل المشكلة. التأكد من خلو البرنامج من الأخطاء ده بنسميه إيه؟ طبعا اختبار صحة البرنامج. عندي برنامج خلصته أجرب، أنا عارف إن هو مثلا آلة حاسبة، فبجرب أضرب أي أرقام أنا عارف نتيجتها، فبضرب له 5 + 7، لو جه طلع لي نتيجة صحيحة يبقى عمليات الجمع صحيحة. 2 - 3، 2 - 1، إذا طلع لي نتيجة مظبوطة أعرف إن عمليات الطرح مظبوطة، وهكذا بجرب كل العمليات قبل طبعا ما أوزع البرنامج. كتابة كل الخطوات التي اتخذت لحل مشكلة ما، لما أكتب كل الخطوات وعشان أبقى أرجع لها فيما بعد بيبقى اسمها توثيق البرنامج. يتضمن أسلوب حل المشكلات العديد من المصطلحات، والمصطلح المعبر عن إعداد كوب من العصير بيسمى. إحنا في حياتنا بنقول عايزين نعمل كوباية عصير، فمش مشكلة بالنسبة لنا، ممكن نسميها أي حاجة تانية، لكن قال لي مصطلحات حل المشكلة، أسلوب حل المشكلات ليه مصطلحات خاصة بيها بنسميها بطريقتنا. ممكن نسمي عمل كوباية شاي أو كوب عصير بنسميها مشكلة. هي غريبة شوية إن إحنا نسمي إزاي أعمل كوباية عصير مشكلة، او اني احل مسألة بتبقى مشكلة، لكن بنقول اسلوب حل المشكلات ليه مصطلحات ترمينولوجي خاصة بيه. يبقى كلمة مشكلة هنا مناسبة لاسلوب حل المشكلات. نفس السؤال يتضمن اسلوب حل المشكلات العديد من المصطلحات، والمصطلح المعبر عن مسألة رياضية، احنا بنقول عن مسألة رياضية بنقول مسألة، لكن لو ضمن سياق واحنا بنتكلم في حل المشكلات بنسميها مشكلة مش مسألة. إذن المصطلح المعبر عن المسألة الرياضية اللي كلنا عارفين إن هي اسمها مسألة، لو بنحلها بطريقة حل المشكلات بنسميها مشكلة في الحالة دي. تمثيل تخطيطي يعتمد على رسم بعض الأشكال القياسية لترتيب عمليات حل. طبعا خرائط التدفق هو تمثيل تخطيطي زي الرسم البياني كده، تمثيل رسومي للأرقام. أنا برضو هنا عندي تمثيل تخطيطي للعمليات. في خريطة التدفق التالية عدد مرات التكرار لطباعة قيمة M. طبعا عندي هنا decision اتخاذ قرار، وهنا بعمل تكرار، بعمل هنا عمليات تكرارية. يعني قيمة M هتتغير، وبعد ما تزيد ترجع تدخل تاني ونجرب الشرط من جديد. أول حاجة M قال لي بتساوي 1، فنزلت هنا على الديسيجن لقيتها الجواب يس ترو، فعلا M أصغر من أو يساوي 3، 1 فعلا أصغر من يساوي 3، إذا الجواب هنا ترو أو صح. هيعمل لي برنت الإم، يبقى إم هنا هتطبع. بعد كده إم دي بعد ما هتطبع هتروح تاني بحسب اتجاه السهم، أهو هتمشي في الاتجاه ده، وبعدين يتقال إم اللي هي 1 بتساوي إم زائد 1، يعني إم هتساوي 2 في الحالة دي، إم بتساوي 2. وبعدين يدخل على الاختبار في القرار بتاعي، هل إم أصغر من أو يساوي 3؟ أه الجواب نعم، فإذا هيحصل هنا برنت برضو. بعد كده هتزيد 1، إما هتبقى ب3، وتدخل تتقاس تاني تجرب تاني، قال لي فعلا إما أصغر من أو يساوي 3، في الحالة دي يساوي 3، إذا هيطبع إما. إما هترجع تزيد 1 بقت 4. هنقيس الاختبار، هنشوف كده نتحقق من الاختبار ده إن إما أصغر من أو يساوي 3، قال لي لأ 4 دي مش أصغر من أو يساوي 3، ده هي أكبر من 3، إذا الجواب فولس، هيمشي تبع اتجاه الخط، هيبقى هنا إند. ده اللي بيحصل في العملية دي. نشوف بقى السؤال بيقول لي عدد مرات التكرار لطباعة M بحسب اللي أنا شرحته هي 3 مرات، يبقى هنا هناخد 3. نفس السؤال بيقول لي في خريطة التدفق التالية قيمة M بعد انتهاء التكرار، أنا عايزها اتطبعت كم مرة؟ لا انتهت بعد الانتهاء لما وصلت. طبعا احنا قلنا 1 بيتطبع عادي، 2 بيتقاس وبيتطبع، 3 كذلك بيتطبع، لما بوصل ل4 لا بيبقى بيوصل هنا للنهاية. إذا قيمة M النهائية بعد انتهاء التكرار هي في الحالة دي هتساوي 4. بكده حلينا الأسئلة. ما ننساش لو حبينا نتابع بقية الأسئلة نتابع صفحة اليوتيوب، ندخل على صفحة يوتيوب ونعمل سبسكرايب أو اشتراك عشان توصلنا كل الأسئلة.